بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات مع دروس الفصل الدراسي الأول مع الدرس السادس بعنوان ترتيب الأعداد. نبدأ مع بعض الدرس. درس اليوم بعنوان ترتيب الأعداد. ترتيب الأعداد ديت احنا تناولنا درس السابق مقارنة الأعداد. مقارنة الأعداد عرفنا كيف نقارن بين عددين من ناحية أكبر من أو أصغر من أو يساوي. درس اليوم هو نفس الدرس، الدرس بتاع مقارنة الأعداد هيساعدنا كتير جدا في ترتيب الأعداد، بس درس ترتيب الأعداد اليوم بقى إيه؟ الميزة اللي فيه بقى إن احنا هنعرفها، إن احنا هنرتب الأعداد ترتيبا تصاعديا. يعني ترتيبا تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر، وترتيبا تنازليا يعني إيه؟ ترتيبا تنازليا يعني من الأكبر إلى الإيه؟ إلى الأصغر. يبقى عندنا ترتيب من الأصغر إلى الأكبر ومن الأكبر إلى الأصغر. جميل جدا. نبدأ مع بعض الدرس. فكرة الدرس بتدور حول أنني سأستعمل خط الأعداد والقيمة المنزلية اللي هو جدول المنازل لأرتب الأعداد ضمن عشرات الألوف. جميل جدا. هنشوف مع بعض درس. أستعد. بيقول لك يبين الشكل المجاور أو الشكل المجاور معانا دهوت أطوال ثلاثة أنواع من الحيتان، أيهما أكثر وأيهما أطول؟ جميل. نجي هنا أطوال الحيتان، الحوت الطول سنتيمتر، عندنا الحوت القاتل طوله كام؟ 900. أيوه أحسنت ممتاز، أحسنت اللي قرأه، 914. جميل. طب الرمادي كام؟ 1463. طيب والأحدب؟ 1372. ها لو جينا بقى هنا مقارنة الأعداد دي، أنه الأكثر وأنه الأطول؟ لو بصينا هنا هنبص لك أكثر واحد من خلال مقارنة الأعداد، من خلال مقارنة الأعداد أكثر واحد اللي هو القاتل 914. طيب و هنا الاثنين، هنا الاثنين دول متساويين في الالوف، هنا واحد وهنا واحد، بس هنا اربعه في المئات وهنا ثلاثه في المئات، يبقى انه الاكبر، يبقى الرماد 1463 هو الاكبر. طب كده احنا عرفناه من خلال الدرس السابق لمقارنه الاعداد. طب نيجي بقى نستخدم بقى هنا ايه بقى؟ نعرف ازاي بقى هنا؟ يبقى اول حاجه المقارنه بين الاعداد تساعدنا على ترتيبها زي ما قررت انا معاكم كده. طب جميل. ها نشوف بقى مع بعض هنا، أرتب من الأصغر إلى الأكبر. أرتب من الأصغر إلى الأكبر، ده الأصغر. طب بعد منه مين الصغير؟ هذا ولا هذا؟ 1300 أصغر من 1400. جميل جميل جدا. يبقى هنا القياس أرتب أطوال الحيتان من الأصغر إلى الأكبر. الترتيب هنستخدم إيه بقى؟ خط الأعداد، أستعمل خط الأعداد. هنا كام؟ 900 و914 هنا. طب 1372 اللي بعد، بعدها 1463. يبقى احنا كده من خلال خط الاعداد عرفنا ان اصغر شيء، اصغر عدد 914، واكبر عدد هو كام؟ 1463. يبقى هنا اهو بالنظر الى خط الاعداد الاحظ ان 914 اصغر من 1372. طيب و 1372 اصغر من 1463. يبقى اطول حوت هو الحوت، أصغر حوت هو الحوت القاتل، وأكبر حوت هو وأطول حوت من ناحية الطول هو الحوت الرمادي 1463. جميل جدا. نيجي بعد كده الطريقة الثانية، أستعمل جدول المنازل. جدول المنازل أو هنعمل منازل خط إيه؟ عشرات أحاد. يبقى أكتب الأعداد في جدول المنازل ثم أقارب بدءا من اليسار. ها أدي الأحاد. ها الأحاد هنا كام؟ 4 3 2. 4 3 2. طيب العشرات 1 6 7. جميل. طيب المئات 9 4 3. 9 4 3. طيب الألوف هنا في القاتل ما فيش ألوف، يبقى ما صفر، ولكن هنا ايش بقى؟ هنا الرمادي والأحدب فيهم واحد. طب نيجي هنا من ناحية المنازل، هنا هذه هنا من ناحية المنازل، هنا صفر ألوف، يبقى هنا صفر أقل من واحد، يبقى هنا ده أصغر. طب هنا الاثنين متساويين في مزية الألوف، يبقى هنبص في مزية مين؟ المئات. أدي المئات أهو، يبقى هنا 4 في المئات وهنا 3 في المئات، يبقى 400 أكبر من 300، يبقى هنا إذا زي ما قلت لك، إذا 914
اصغر من زي ما احنا خدنا الترتيب اصغر من 1372 و 1372 اصغر من 1463. جميل جدا. يبقى اي ان اطوال الحيتان مرتبه من الاصغر الى الاكبر اهي 914 اللي هو القاتل، 1372 اللي هو الاحدب، و 1463 اللي هو الرمادي. خلاص، يبقى اطول اقصر حوت هو القاتل، واطول حوت هو الرمادي. تمام، ممتاز. نبدا كده مثال من واقع الحياه ثاني، ارتب بقى ايه من الاكبر الى الاصغر العكس. القياس يبين الجدول المجاور المسافات التي تقطعها الحيتان بحثا عن الطعام في موسم الهجر. ارتب هذه المسافات من الاكبر الى الاصغر. طيب عندنا الحوت، او لاحظ الحوت مين؟ هذا الحوت مين؟ الاحدب. الحوت الاحدب بيقطع قد ايه؟ ممتاز، مين اللي قرأ العدد؟ ممتاز، 5631. طيب بعد منه الرمادي، كام الرمادي؟ الله، 19308. ممتاز. طيب بعد منه مين غير القاتل؟ كام القاتل؟ كام؟ 1448. يبقى برضه يبقى هنا برضه نفس هنا لانه اكبر حوت هنا بيقطع مسافه طويله هو الرمادي. طب بعد منه مين؟ الاحدب. بعد منه مين؟ القاتل. ليه؟ لان دي فيها اربع منازل، فيها 10 قلوب، الاثنين دول ما بيقومش 10، يبقى ده اكبر حوت من ناحيه اكبر ما يقطع اكبر مسافه. طب بعد منه مين؟ 5000. ليه؟ لان هنا في 1000، يبقى ده 5000 اللي بعد منه. طب اصغر واحد بقى اللي هو مين بقى بيقطع مسافه صغيره جدا في الهجره بتاعته اللي هو القاتل 1448. طب هنستخدم ايه بقى؟ هنا هنستخدم جدول المنازل، بستعمل جدول المنازل اللي هو قارب بين المسافات مبتدئا من اليسار. جميل. جدول المنازل اهو. ادي الجدول اهو. جميل. عندنا ادي هنا احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف. ادي هنا ادي الحوت اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي الاحدب، وادي الرمادي، وادي القاتل. من خلال هنا هنبص نلاقي اكبر واحد بيقطع مسافه هو الرمادي، هذا هو زي ما قلت لك. ليه؟ لان فيه عشرات الالوف. هنا 19300 هو العدد الاكبر، ليه فيه عشرات الالوف؟ نيجي بقى هنا الاثنين في الالوف، هنا خمسه وهنا واحد. يبقى اذا مين اللي هو بقى بيقطع اكبر مسافه؟ يبقى هنا خمسه الوف اكبر من واحد الوف، لذا فان 5631 اكبر من 4448. يبقى اذا ترتيبهم بقى اهو، ترتيب الحيتان من ناحيه الاخر اهو، ادي الترتيب اهو. اذا تكون المسافات مرتبه من الاكبر الى الاصغر كالاتي. الرمادي 19308، بعد منه الاحدب كام؟ 5631. طب بعد منه القاتل كام؟ بيقطع مسافه اقل كام؟ اللي هو القاتل 1448. ممتاز جدا. نيجي بعد كده نتاكد. اتاكد بقى هيبدا لك السؤال، ارتب الاعداد الاتيه من الاصغر الى الاكبر. عدد رقم 1 39، 32، 68. عاوزين انه اصغر، عاوزين الاصغر تصاعدي. الاصغر 31، ممتاز. اللي بعد الله 39، الله اللي بعد 68. ايوه كده، يبقى الترتيب بتاعه 32، 39، 68. ممتاز. طب نيجي رقم 2. ايوه كده عاوزين. جميل. رقم 2 كام؟ 224. دي كام؟ 124. دي كام؟ 441. انا اصغر عدد في الايه؟ هنبص لقوا كلهم انا في المئات 2، وانا في المئات 1، وهنا في المئات 4، يبقى اصغر. الله، ايوه كده، 124 للصغير. مين اللي بعده صغير؟ 224. ممتاز. من بعد كده الثلاثة 441. ايوه كده، ممتاز. ايوه كده، 124 بعدها 224، 441. جميل. مين اللي بعدها؟ برضه قرأت من الاصغر الى الاكبر. 202. 2202. طيب 220 انه الاصغر بقى، دي خلاص عرفناها دي كبيره. انا الاصغر ده 220 ولا 200؟ ايوه 202. واحد يبقى نكتبها واحد. اللي بعدها كام؟ 220. ايوه اللي بعدها 2202. جميل. ادي 202، 220، 2202. رتبنا من الاصغر للاكبر. نيجي بعد كده مع بعضك مع تيار. بيقول لك ارتب الاعداد الاتيه من الاكبر الى العكس بقى.
هنا بقى العكس. انتبه 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 لقراءة السؤال، انتبه. ادي العدد كام ديت؟ 231. ها فيما بعدها 136. ها ها 178. انه اكبر عدد هنا؟ اكبر عدد هو 231، لان في المئات اثنين وهنا واحد وهنا واحد، يبقى ديت. طب انه الاكبر هنا بقى؟ هنا في المئات هنا واحد وهنا في المئات واحد، خلاص نخش على العشرات. هنا كام؟ 7 و3. يبقى هنا ايه؟ يبقى 178 وبعدها كام؟ 136. يبقى الترتيب كام؟ 231 178 136. هذا اهو الترتيب اهو. 231 178 136. نجي اللي بعدها برضو. رتب 1500 و150 و15، من الاكبر الى الاصغر، من الاكبر الى الاصغر. قال لا طب يا استاذ هي مرتبه ايه؟ 1500 اكبر من 150 و150 اكبر من 115، يبقى خلاص ترتيبها زي ما هي. ممتاز، ايوه كده ممتاز، هي نفس الترتيب ده. جميل. نجي بعد كده كام ديت؟ 9009. دي كام؟ 909. طب دي كام؟ 2999. انه اكبر عدد هنا؟ هنا هنا دي خلاص دي اصغر حاجه 909، بس هنا في الالاف، هنا 2 وهنا 9، اكبر عدد كام؟ 9009. طب اللي بعدها مين؟ اللي بعدها اللي فيها منزل 2999، واللي بعدها كام؟ 909. يبقى هنا كام؟ 9009 اكبر من 2999، و 2990 اكبر من 909. هذه الاجابه بتاعتنا. جميل، ممتاز جدا جدا، بارك الله فيك. نيجي بعد كده اتحدث، بيقول لك هنا ارتب الاعداد الاتيه: 435، طيب 345، طيب 3453. من ايه؟ من الاكبر الى الاصغر. طيب انتبه انتبه، من الاكبر الى الاصغر. ثم اشرح كيف عرفت العدد الاكبر. انه عدد اكبر عدد هنا كام؟ ممتاز، بطل، انت بطل والله. اللي فيه الوف ده هو اكبر، يبقى ده رقم واحد، يبقى 3453 ده اكبر عدد. تمام. اللي بعده هنا كام؟ 300. هنا كام؟ 400. يبقى اللي بعده الله، ايوه كده 435، واللي بعدها اخر عدد 345. يبقى هنا ورتب الاعداد اهي، 3453، بعدها 435، بعدها 345. يبقى العدد 3453 اكبر عدد. ليه؟ لانه مكون من 4 ارقام. طب وباقي الاعداد مكونه من 3 ارقام، لذا فالرقم 3453 هو الاكبر. طب وبعد منه من الكبير؟ وبعد منه الكبير 435، ثم الاخير اللي هو 305. ديت 435، ثم كام؟ 345. هذا ونكون قد انتهينا من الجزء، من شرح الجزء الاول من درس مقارنه الاعداد، اللي هو الشرح مع حل اتاكد. انتظرونا مع الجزء الثاني في حل مسائل اتدرب وحل مسائل التفكير الابداعي. وهذا وبالله التوفيق، ونرجو ان نكون قد افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.